فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وانظر إلى قوله تعالى ود كثير، أنه ليس كل أهل الكتاب على هذا المستوى، ففيهم أخيار، فيهم مؤمنون آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا بالحق، منهم من مات على إيمانه قبل البعثة وهو مؤمن، ومنهم من أدرك البعثة فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فجمع بين الهدايتين، ولذلك يؤتيه الله أجره مرتين. فهؤلاء القلة من أهل الكتاب هؤلاء محمودون. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فهذا فيه تعليم العلماء أنهم لا يعممون الأحكام على الناس عموما، وإنما يستثنون من لا يدخل فيها، ويبينون ويعني ويعرفون لأهل الفضل فضلهم ولا ينكرونه، ولا تأخذ، وهذا من الإنصاف، هذا من الإنصاف والعدل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.